بعد بريطانيا والولايات المتحدة وغيرهما من البلدان الغربية. أعلنت أستراليا تصنيف حركة حماس الفلسطينية بجناحيها العسكري والسياسي منظمة إرهابية. وزارة الشؤون الداخلية الأسترالية أوضحت أن آراء حماس والجماعات المتطرفة العنيفة الأخرى التي جرى إدراجها في القائمة مقلقة للغاية ولا مكان في أستراليا لعقائدها البغيضة. وسيضع هذا التصنيف قيودا على تمويل الحركة وأي نوع من أنواع الدعم لها أو للأنشطة المتعلقة بها، فيما قد تصل عقوبة المخالفات إلى السجن 25 عاما. يذكر أن أستراليا كانت قد أدرجت سابقا كتائب القسام التابعة لحماس على قائمتها للإرهاب، لكن التصنيف الجديد يشمل المنظمة أو المنظمة بأسرها.